هنا القاهرة عاصمة الخبر، هنا المونديال، وأخيرا الكرة تبتسم وتنصف نجم الكرة الأرجنتينية ليونيل ميسي. أخيرا ليونيل ميسي بيرتقي وبيعتلي قمة الهرم لو قدرنا نقول، وبيحصل على الحلم اللي كان بيراوده منذ الصغر. طبعا قصة وحكاية أكيد محتاجين إن احنا نقف عندها، ومين أجمل من نجوم التحليل اللي منورين النهاردة، الأستاذ حمدي الحسيني وكابتن تامر بيجاتو، اللي هنقدر كده نقف كده عند بعض محطات المونديال منورينا. وكالعادة المونديال يعني خير ختام. صحيح. إيه اللي حصل النهاردة؟ يعني مباراة نهائي بنشوف فيها 6 أهداف، 3-3 في مباراة نهائية. يعني لو رجعنا كده بالزمن، إيه مباراة ممتعة بحجم الماتش اللي شفناه النهاردة ممكن تبقى أنت فاكرها؟ لا، في مباراة كتيرة قوي يعني. كأس العالم مليان يعني. أنا زي ما قلت لك يعني نهائي بالحجم ده. لا، كان في طبعا نهائي الأرجنتين 3-2 آخر جون بروتشاجا، مارادونا ادى الباس في آخر لحظة. أيوه. لا يعني بص، خلينا نتكلم 82 عندنا احنا خلينا نتكلم ان المره اللي فاتت برضو كنا بنقول ان الفنيات برضو مش عاليه قوي في المونديال ده، مع طبعا احترامي للتنظيم، ولكن فنيات الكوره واللجان الحلوه واللعيبه اللي تأدي بشكل رهيب من كل الفرق مش موجوده. يعني ايه حلو، وقلنا برضو اللي هيحسم البطولة دي النجوم اللي قدروا يشيلوه، وده حصل النهاردة. يعني سواء كان أنخيل دي ماريا طبعا، مش ميسي خالص، ومبابي طبعا الناحية التانية، يعني هم الماتش قام على الاثنين دول طبعا. يعني فالبطولة بالنسبة لي، عشان ما تقولش عليها متحامل شوية يعني على الأرجنتين يعني، بس بما إنك قلت بقى أنخيل دي ماريا، هو كان طبعًا واحد من نجوم اللقاء. أنت شايف إنه خروجه من الملعب أو التبديل اللي حصل نزل بمستوى الأرجنتين، على العكس تماما شفنا التبديلات اللي عملها ديدي ديشان لما أقحم موانيه وبعض النجوم شواميني وغيرهم، كامافينجا حصل تغيير تام. انت ايه رايك استاذ حمدي؟ لا شك انه دي ماريا لاعب خبراته كبيره جدا، خصوصا في المباريات النهائيه. واحنا يمكن قلنا قبل كده يا محمد انه البطوله اللي كانت في 2014 اللي وصل فيها منتخب الارجنتين للنهائي، كان البطل فيها دي ماريا اكتر من ليونيل ميسي. زي ما الكابتن تامر بيقول، الراجل لعب دور كبير جدا النهارده، وبعدين كل الانظار بتاعه الفرق المنافسه لمنتخب الارجنتين بتروح على ميسي الاول. يعني حتى المدربين بيعملوا خطط لايقاف ميسي، وبعدين يعملوا خطه لايقاف المنافس بشكل عام. فكل الانظار لما بتروح لميسي، بيكون لاعب زي دي ماريا عنده حريه حركه، فلما بيكون عنده خبرات بيقدر يستغلها. وفعلا هو عمل تفوق كبير جدا لمنتخب الارجنتين النهارده، خصوصا في الشوط الاول اللي منتخب فرنسا ما جاش فيه اصلا للمباراه، على عكس توقعاتنا كلنا. احنا كنا بنقول ان منتخب فرنسا منتخب قوي جدا وعنده بدائل كتير، لكن في الشوط الاول احنا لقيناه غائب تماما عن المباراه، ولولا انه كيليان امبابي طبعا النجم الصاعد بسرعه الصاروخ تدارك الموقف، وفي خلال دقيقتين ثلاثه كده في الشوط الثاني قدر ان هو يسجل التعادل ويروح بالمباراه لوقت اضافي، كان ممكن منتخب الارجنتين ياخد البطوله النهارده بمنتهى السهوله. يعني النهارده واحنا بنتفرج على الماتش شفنا 2 مدربين، شفنا ديديا ديشان وشفنا سكالوني. وهل هنا بانت الفوارق؟ الخبره ديديا ديشان يعني لولا دي الوقت كان ممكن تحسمها المنتخب فرنسا في النهايه. الناس بتتكلم انه سكالوني كده زي ما بنقول في مصر على الله حكايته، يعني التبديلات او فكره خروج دي ماريا اضعفت من قوه الارجنتين. بص، اكيد طبعا ان اول حاجه هو ديشان ادى يعني راهن على حاجة ما ينفعش يراهن عليها في نهاية في الماتش النهائي. هو راهن ان ايه؟ هيسيب برضو الكورة للأرجنتين عشان يروح بيها لقدام، ويستخدم برضو سرعات مبابي اللي ما بانتش خالص في الشوط الأولاني. ده نتيجة ان برضو منتخب يعني الأرجنتين كمس كرة كويس قوي، على عكس الماتشات اللي فاتت كلها، الكرة كلها كانت مظبوطة بشكل غريب. مقابل ده كان جريزمان وخط النص الفرنسا
كان عليهم عبء دفاعي قوي جدا، ما قدروش يستلموا الكوره مره واثنين، حس ان هو يلعبوها لمبابي، قدروا يستخدموا السرعات بتاعت في الهجمات المرتده لفرنسا، وده اللي خلى طبعا مع البنالتي الاولاني لديماريا، ان الترقيصه الاولانيه حلوه جدا طبعا، وانا عندي شك طبعا في البنالتي. البنالتي ده اكد للارجنتين ان هم ماسكين الماتش، واكد لفرنسا ان هم فشلوا قدام الارجنتين. ده نفسيا، فعشان كده بعد كده الجون الثاني لما جيت حس ان فرنسا مش موجودين، هم اتخطفوا. ده حقيقه يعني اتخطفوا، ده نفسيا. الشوط الثاني حصل العكس بقى، الارجنتين حست ان الماتش انتهى خلاص، وبدات الارجنتين تلعب كره، لو تشوف ماسكين الكره بيلعبوا كده. نقطه التحول كانت خروج اعتقد دي ماريا والتغييرات اللي عملها ديديا ديشان. واحنا بنحلل او واحنا بناخد بسمع منك وبسمع من الاستاذ حمدي، تعالى نشوف بس الاجواء عامله ازاي في الدوحه. طبعا الارجنتين او الجمهور الارجنتيني عامل زلزال اكيد هناك. تعالى ناخد كده اخر الاخبار من زميلي محمود شوقي موفد القاهره الاخباريه. محمود، يعني انا شايف الجمهور وراك، او اعتقد يعني الجمهور الارجنتيني النهارده مش هينام وانت عايش الاجواء كلها. اخر الاخبار عندك. اهلا بك يا محمد وبضيوفك الكرام. المونديال انتهى لكن افراح الجمهور الارجنتيني لم تنتهي. ترى في الصوره وتسمع الالعاب الناريه في الخلفيه تدوي في سماء منطقه لوسيل. الكل خرج من ملعب لوسيل الذي نحن داخله الان، لكن الكل اتجه نحو منطقه ضرب لوسيل للاحتفال بمنتخب الارجنتيني، حيث من المقرر بعد لحظات قليله ان تصل حافلة المنتخب الأرجنتيني نحو ضرب لوسيل. أعتقد أنها وصلت بالفعل في تلك اللحظات من خلفي في منطقة قريبة من استاد لوسيل. الكل خرج نحو وخلف حافلة ميسي ورفاقه من أجل الاحتفال بتلك البطولة التاريخية. ميسي كان من المنتظر أن يتحدث مع الصحفيين والإعلاميين في المنطقة المختلطة منذ لحظات، وكذلك باقى رفاقه، إلا أنهم قاموا بشيء غريب محمد، وهو تجمع كل اللاعبين في لحظة واحدة وخروجهم مع ميسي ومعهم الكأس الذهبية، وأسرعوا بالخروج من المنطقة المختلطة مع الغناء لمنتخب التانجو ولميسي أيضا في واقعة غريبة ربما تحدث لأول مرة، حيث أنه من المعتاد أن يتحدث اللاعبون في المنطقة المختلطة بعد كل مباراة، لكن ميسي ورفاقه أرادوا أن يتحدثوا بلغة أخرى وهي لغة الفرحة والاحتفال. لو أعتقد إن هم قالوا كل حاجة في الملعب يا محمود، يعني هو كل حاجة اتقالت في الملعب، مفيش حاجة تانية محتاجة تتقال، ودي فرحة ما بعدها فرحة، فطبيعي جدا صحيح إنه الناس أو اللعيبة تبقى عايزة إن هي تعيش بقى الفرحة وسط جمهورها. خليني قبل الختام كده يعني بس أعرف منك خبر تراجع ميسي عن قرار اعتزاله، يعني الجمهور الأرجنتيني تعاملوا معاه إزاي؟ هذا خبر مهم وحديث مهم محمد للغاية. ميسي الذي أكد من قبل أن هذا المونديال هو الأخير له، يبدو أن حلاوة النصر وهذا الانتصار الكبير وكأس العالم والحصول عليه أجبره على التراجع، يريد أن يحتفل كبطل. هكذا أكد ميسي بعد لحظات من نهاية المباراة، مؤكدا أنه بالفعل كان يفكر أن تكون تلك اللحظات هي الأخيرة له في الملاعب على المستوى الدولي، لكنه الآن يريد أن يبقى مع منتخب الأرجنتين كلاعب دولي يحتفل بالبطولة كبطل. تلك الأخبار تسببت في فرحة عارمة شاهدتها عن قرب من الصحفيين الأرجنتينيين أولا محمد قبل الجماهير. الصحفيين الأرجنتينيين المتواجدين في ملعب لوسيل فرحوا بتلك التصريحات كثيرا واحتفلوا بها، بل أنهم اعتبروا ذلك القرار هو بمثابة انتصار لمطالبات الجماهير الأرجنتينية لميسي بالبقاء. هو انتصار لكل محبي كرة القدم وكل اللي استمتع بميسي على مدار مشواره. لسه الرحلة الدولية مع نجم النجوم أسطورة الأرجنتين لسه مكملة، واحنا مكملين معاكم دايما. أنا بشكرك طبعا شكرا جزيلا زميلي محمود شوقي مراسل القاهرة الإخبارية. هسيبك تعيش الأجواء في آخر يوم من المونديال وترجع لنا بقى بالسلامه ان شاء الله. لينا كلام بقى لما ترجع باذن الله.
طبعا الاجواء جميله جدا، مونديال خلاص بينتهي، عشنا يعني شهر من خلينا نقول اللعب التكتيكي مش الكره الجماليه زي ما انت بتقول، بس شفنا مفاجآت وشفنا حاجات حلوه قوي. وجوده جاي في نص موسم خلانا نفصل شويه عن ازمات الحياه والتحديات واللي بيحصل حوالينا. اعتقد كاس عالم استثنائي، و لدرجه ان حتى ميسي رجع عن قراره، يعني الراجل قال لك انا خلاص دي اخر رحله، بعد ما مسك الكاس شبط بقى، يعني عجبته الحكايه قال لك انا مكمل شويه. هي دي مش اول مره تحصل، يعني دايما في لعبه، يعني كابتن حسن شحاته كان هيبطل كرة وبعد كده الجمهور رجعه تاني فضل يكمل بعدها 10 سنين مش وشفنا قطعه جميله مع كابتن حسن. فقصه ان اللعيبه تتراجع عن اللعب الدولي ده طبعا حصلت مع لعيبه كتيره جدا طبعا، يعني وبتبقى بس هو قادر ميسي ان هو يكمل بنفس المستوى. الناس بتتكلم انه الريتم اللعب بتاع ميسي قل كتير او مستواه البدني طبعا مع كبر السن، فلا انت شايف هيكمل استاذ حمدي؟ انا عايز اقول بس انه وجهه نظري انا الشخصيه انه حسن اختيار التوقيت بتاع الاعتزال مهم جدا طبعا. لو انا من ليونيل ميسي كنت اعتزل النهارده لانه هيعمل ايه بعد ما خد كاس العالم؟ هو اتبرجل، لا انا شايف انه هو انا شايف انه قرار انفعالي. صحيح احنا هنستمتع بميسي لو لعب تاني، واحنا يهمنا وجوده كلاعب ممتع جدا مفيش زيه خالص على وجه الكره الارضيه دلوقتي، ولكن حسن اختيار التوقيت بتاع الاعتزال مهم جدا. لقيت ابتسامه كده مش عارف ابتسامه رضا ولا ابتسامه يعني استنكار كده. اقول لك على حاجه خلينا نتكلم بقى نوعيه الابتسامه بس. بص ميسي طبعا يعني برضه هرجع اقول تاني نجم البطوله دي وبطوله كوبا امريكا وانخيل دي ماريا، طبعا هو اللي جاب البطوله وانا بحييه من هنا، ما حدش اتكلم عن الراجل خالص. الراجل جاب جونين النهارده، جاب البنالتي الاولاني، هنقول ان هو رقص طريصه قويه جدا بصراحه ودخل بيها، يعني عمل بصرف النظر هو اتكعبل ولا لا. الجون الثاني هو جاب الجون الثاني، ف 2-0 في النهائي. الراجل محتاج يكون في 2-0 يا كابتن، يعني المفروض بالظبط. فيعني بصراحه يعني لازم نديله حقه وزياده، لكن طبعا هنقول ان الشعبيه وكده بتتغاضى عن يعني في ناس جندي المجهول زي ما بيقولوا، يعني كوبا امريكا هو اللي جاب الجون برده في النهائي فخلينا نقول ان ميسي كان اللعبة كان بتلعب فعلا عشان تدي البطوله لميسي، لكن ميسي ما جابش البطوله عشان مع احترامي لاي حد طبعا يعني. تاني حاجه في ارقام بقى، انت مع في ارقام، انت مع في ارقام لازم تتضرب ماشي، بس انت معك مع كابتن تامر انه ميسي ما كانش له اسهام مباشر في وصول الارجنتين يعني؟ لا ليه ليه لا انا ما قلتش كده. ليه في الماتشات الاولانيه انت قصدك في مباراه النهائي، لكن خلينا نتكلم في نقطه معلش عشان انا اسف. طبعا ميسي كان المفروض هو القائد في الملعب. انا لما اكون فرقتي 2-0 في النهائي وماسك الماتش ودايس على الماتش وانا اكون قائد في الملعب وفرقتي يجي فيها جونين وانا جوه الملعب، ابقى انا مش قائد الفرقه، ماليش كلمه في الفرقه خالص. وبالعكس الجون الثاني غلطه ميسي محدش بيتكلم عليها، مشي بالكره في نص الملعب وكان عايز يرقص كده، راحت متاخده منه وراحت دخل الجون. فالناس ما بتبصش لده. انا بتكلم تكتيكيا دلوقتي، لو هنتكلم 1-2-3 لا ميسي جوه الملعب ما كانش قائد فرقته بعد ما كان لغايه الدقيقه 70 انت جوه الملعب وفرقتك كسبانه 2-0، لا المفروض فرقتك ما يحصلش فيها كده تماما. وزي ما بقول لك الجون الثاني اللي جابته فرنسا غلطه ليونيل ميسي، الكره اتقطعت منه في نص الملعب، لكن ما حدش هيتكلم في ده خالص. طيب. انا بتكلم فنيا، هو بعيد عن اي حاجه. ماشي صح؟ انا هسيب الاستاذ متحامل حسن هيخلص من محبي ميسي وهم بالملايين. انا ما عنديش مشكله، انا بتكلم فنيا، ما عنديش مشكله خالص طبعا. انت ايه رايك في الكلام ده؟ انا يعني على مدار التاريخ ميسي هو الراجل بقى له 20 سنه بيمتعنا بالكره الجميله طبعا. يعني اتفق مع الكابتن تامر في مساله قياده ميسي كشخصيه قياديه في الملعب. ميسي ما عندوش غير رياكشن واحد، فرقته كسبانه مغلوبه هو نفس الرياكشن ونفس الوش. مش من اللعيبه اللي بتقدر فعلا تحمس الفرقه او ان هو يشد الفرقه معاه نفسيا ومعنويا، لكن فنيا لا. الحقيقه انا شايف ان بصمته واضحه جدا جدا في البطوله بشكل عام، وانه في ماتشات كانت الـ يعني الارجنتين ممكن ما تكسبش او ممكن ما تجيبش جول وهو اللي كان بيفك الالغاز. حتى النهارده في احصائيه رقميه، اذا كنا بنتكلم على الارقام، الراجل اللي عنده 35 سنه ونص جري النهارده 12 كيلو، وده معدل كبير جدا بالنسبه لسنه. لكن كل ده ما يمنعش ان انا ضد قرار ان هو يكمل اللعب الدولي، لانه مش هيعمل حاجه مع المنتخب افضل من اللي عمله. انت قصدك يعني طبعا ان هو لا في حاجه تكرار مونديال تاني او تكرار التتويج ده صعب.
جدا. في لازم يكسر رقم رونالدو مع اللعب الدولي مع مع منتخب بلاده. ما هي في رقم لازم يتضرب برضه. ما هو في كده يعني. بص على الارقام يا كابتن. هيضطر على الارقام. بص على الارقام. احنا هل هنقول دلوقتي ان رونالدو الختام بتاعه مع الختام الدولي مع المنتخب مش حلو. كلنا شفنا كريستيانو رونالدو مش في افضل حالاته. الناس برضه عايزين ميسي يوصل للمرحله يعني دي. يعني في بعض الاتجاهات برضو بتقول انه ميسي بحكم القيمة التسويقية بتاعته طبعا هو فارض على الرعاة او الرعاة يعني هيبقوا عايزينه يستمر وجوده في الساحرة المستديرة على المستوى الدولي. هو يعني استمرار للمكاسب الاقتصادية طبعا والمشاهدات طبعًا وغيرها مهمة جدا طبعًا. يا محمد طب ممكن تقولي الحكم بتاع النهاردة ده اشمعنى النهاردة الحكم ده ليه؟ من مين الحكم ده؟ حد يعرفه؟ حد يعرف الحكم ده؟ هو حكم قبل كده ماتش الاهلي والزمالك صح ما حدش يعرفه صح. يعني انا برد على اللي انت كنت لسه بتقول عليه دلوقتي اللي هو اللي هو الرعاة. الرعاة ليه تدخل قوي جدا 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 في حاجات كتيره جدا يعني. كلام كبير جدا. بصراحه طبعا يعني متفق الكلام ده معناه ان البطوله موجهه لميسي يا كابتن. والله لا ما قلتش ماتش كده يعني. هي انت بتتكلم على حته البينالتي اللي اتحسب لديماريا ان هو في شك الى حد كبير او جدل. ما رجعناش للفار خالص. الفار مش عايز يتكلم يعني. ما فيش خالص. وحصل نفس الكوره برده لمنتخب فرنسا يعني. مش هنقول برده ان هو اتحسب. لا بينالتي موجود يعني. بخلاف الجزئيه الجدليه ديت اعتقد منتخب الارجنتين قام بالدور في الشوط الاول. ما عرفش ان هو يستمر زي ما انت قلت في الشوط الثاني. ادرك الموضوع ديديا ديشان وقدر ان هو يعدل الدفه. احنا عايزين نتكلم شويه عن كيليان امبابي لانه طبعًا. اعتقد الطريق ممهد ان هو يحمل الرايه من بعد ميسي لو بنتكلم على يعني ميلاد اسطوره جديده. صحيح هو فعلا اسطوره وفي سن مبكره جدا. بس انا عايز ادي لك كده منشطه النهارده انه التاريخ هزم المستقبل النهارده. بس التاريخ اللي هو ميسي والمستقبل اللي هو كيليان امبابي. النهارده التاريخ هزم المستقبل لكن بكره من بكره هتلاقي كيليان امبابي هو المرشح بقوه لان هو يخلف ميسي ويخلف كريستيانو رونالدو ويبقى هو احسن لاعب في العالم. كل الامكانيات المسخره ليه وامكانياته هو الشخصيه بتؤكد ان هو يعني اعتقد انه في خلال سنتين بالكثير قوي هيكون احسن لاعب في العالم. النهارده رغم صغر سنه الا انه الحقيقه اثبت قدرات عاليه جدا جدا لما لاعب يجيب 3 اهداف في مباراه نهائيه ويجيب بشكل عام يبقى اهداف البطوله ويحرز 8 اهداف ما شاء الله. يعني عنده ثقه كبيره جدا في نفسه. اعتقد انه مع امكانياته الشخصيه الفنيه والبدنيه هتخليه احسن لاعب في العالم في خلال سنتين بكتير. مع استمرار ديديا ديشام في قياده المنتخب الفرنسي ولا شايف انه بدا يعني حان الوقت للتغيير؟ لا انا شايف انه يستمر يعني. ما فيش حاجه تخليه ما يستمرش. اللي حصل ده النهارده ده هنقول انه هزه. لكن ما تبقاش بدايه ان احنا نشوف زيدان بقى بيقود منتخب فرنسا ولا يعني لو هم يعني ما افتكرش انهم هيعملوا كده. بس يعني الراجل برضو معلش انا اسف يعني الراجل عمل انجاز تاريخي بقى له كام سنه يعني وصل حتى الان اتقال ان هو مستمر مع منتخب يعني فرنسا لغايه يعني 2024. ما نقدرش نقول عليه الهزه. وبعد كده ماتش 3-3 وضربات الجوف. وعلى فكره خلينا نتكلم برضو تاني ان بعد انخيل دي ماريا حارس المرمى هو نجم المباراه. كره في الدقيقه 120 صد انفراد مد رجله رياكشن غير طبيعي خطبوط جديد بالظبط. الماتش هنا يخلص وكان ما كنتش هتلاقي كل اللي احنا بنتكلم فيه ده خالص. الحقيقه الوقت كالعاده بيجري مننا والمونديال خلص والحدوته الحلوه انتهت بفوز صحاب الزي الابيض في اللبني. الارجنتين شمسها يسطع من جديد. يا عالم هنشوف بقى مين أو بعد 36 سنة بعد 36 سنة. صبر وصبر أيوب زي ما بيتقال. الواحد استمتع معاكم بالمونديال وأعتقد يعني كان في مفاجآت وكلنا عشنا أعتقد بعض المواقف واللحظات الغير مسبوقة. كلام كتير ممكن يتقال. منتخب المغرب اللي هنفضل فاكرينه أكيد في المونديال دوت قدم صورة أكتر من رائعة للتمثيل العربي. عايزين تقولوا أي حاجة؟ احنا خلاص خلصنا يعني كلمة في نص ثانية.
أول حاجة طبعا أنا مبسوط كنت معاكم طبعا طول الشهر اتفرجنا على كأس العالم. كأس عام جدا أنقذنا كده، كل كأس عام بيجي بينقذنا، فأنا مبسوط جدا كنت معاكم، وبشكرك محمد جدا، وبشكر القاهرة الإخبارية اديتنا فرصة إن احنا نبقى موجودين، وألف مبروك القاهرة الإخبارية برضو. يعني جا كأس العالم مع انطلاق القاهرة الإخبارية، الصرح الجميل الكبير ده بصراحة اللي فعلا من ساعه اول مره ما دخلت قلت لك انا فعلا منبهر، فعلا الانطباع الحمد لله ما زال قائم، وده يسعدنا ودايما ان شاء الله مكملين مع بعض باذن الله. في نص ثانيه تحب تقول كلمه اخيره؟ طبعا بشكرك جدا يا محمد، وبشكر الكابتن تامر، وبشكر كل اسره قناه القاهره الاخباريه المحترمه. جمله اخيره، لان انا من محبي مارادونا جدا ومقتنع ان محدش جه زيه، يبقى مارادونا الملك وميسي ولي العهد. ولا الشيخ ميسي بعد ما لبس العين. بنشكر حضراتكم شكرا جزيلا، بنتمنى ان انتم تكونوا استمتعتوا معنا على مدار الشهر من برنامجكم هنا المونديال من القاهره عاصمه الخبر، ولسه اكيد الاحداث والاخبار الرياضيه هتكون مكمله معاكم. بشكركم على طيب المتابعه، لكم مني كل التحيه، والقاهره دايما عاصمه الخبر.